هاد الندوة جات كتأبين للرفيق ديالنا محمد الرحوي. الهدف منها هو أن مواضيع مثل الحقيقة والذاكرة هي مواضيع رغم الإنجازات اللي دارت ما تنكروش بأنها كانت إنجازات ولكنها ناقصة جدا. والهدف ديالنا هو يكون هذا اللقاء اللي يجمع ما بين الفاعلين الرسميين، ما بين المجتمع المدني، ما بين أكاديميين، مؤرخين، باحثين اللي اشتغلوا على المجال، مفكرين، مسرحيين، أساتذة، باش يكون واحد الحوار من أجل الدفع بهذه الملفات باش يكون واحد الحل عادل ومنصف للقضايا اللي لا زالت مطروحة منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في 2005 أو 2006 صدر تقرير ديالها، ولحد الآن بقي هناك تأخر وتباطؤ وكاين مشاكل في هذا المجال. هذا هو الهدف اللي بغينا، هو يكون واحد الحوار ما بين الجميع باش هذا. وتنفكروا باش نديروا كتاب وغتكون أحسن هدية نقدمها للرفيق ديالنا. هاد الحضور اليوم هو حضور بالمناسبة ديال فقدان عزيز اللي هو محمد الرحوي. محمد الرحوي اللي كيجسد بالفعل حالة منبودة اللي هي حالة الاختطاف والاعتقال في الغياهب ديال السجون. شهد مجموعة من الأماكن المظلمة في أكدز، قلعة مقونة، سكورة. بالتالي هذا اليوم هو بالمناسبة ديال تأبينه في هذا الشكل، بشكل ندوة وبشكل كذلك كلمات وشهادات في حقه. ومن طبيعة الحال أنه هذا اليوم يعني فيه شعور عند الجميع وبالنسبة لي على الأقل شعور بالانتماء إلى نفس الفكرة اللي ضحى من أجلها سي محمد الرحوي. سي محمد الرحوي من طبيعة الحال ابن جبال الأطلس، وفي نفس الوقت شهدات حياته كثير من المعاناة، كثير من المعاناة، وتمكن باش يتغلب عليها بعد خروجه من السجن بعد ما أفرج عنه. وبالتالي كانت بالنسبة لنا معه علاقات ودية جدا، علاقات جميلة، من حيث أنه كان مثال ديال الإنسان النظيف على جميع المستويات، أخلاقيا وكذلك سياسيا وحقوقيا.